خلال الساعات ال24 الماضية طغت ردود الأفعال حول انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي على الساحة الدولية، وباتت هي الاهتمام الأول لدى جميع المراقبين والمتابعين لهذا الملف. الرئيس الأمريكي ترامب أعلن أن الاتفاق النووي الذي وصفه بأنه سيء السمعة يهدد الأمن الدولي باعتباره اتفاقا منقوصا من ضمانات التفتيش والتصدي لأي محاولات إيرانية لامتلاك السلاح النووي. في المقابل ترى أوروبا أن قرار ترامب كان متسرعا، وأكد قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا استمرارهم في تنفيذ هذا الاتفاق، خاصة أن الاتحاد الأوروبي عقد صفقات بالمليارات مع إيران وبات الانسحاب منها صعبا في التوقيت الراهن. أمام هذه المعطيات أكد الرئيس الأمريكي ترامب منذ قليل استعداده للتفاوض حول الاتفاق النووي إذا قدمت إيران التنازلات التي يراها مطلوبة. وتساؤل هنا، هل سترضخ إيران لمطالب واشنطن؟ وكيف ستواجه أوروبا عواقب خيار ترامب؟ منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وباتت ردود الفعل تتوالى لحظة تلو الأخرى. الاتحاد الأوروبي خرج يؤكد التزامه باتفاق إيران النووي، وأضاف في بيان له أنه سيضمن ألا تتعرض طهران لأي من العقوبات الأوروبية التي رفعت بموجب الاتفاق المبرم عام 2015، وبخاصة بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفاء إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأنها تخضع لأقصى نظام تحقق نووي في العالم. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبرت عن أسفها للانسحاب الأمريكي، بينما خرج وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يؤكد أن ترامب لم يقدم بديلا لمنع إيران من صنع أسلحة ذرية. وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون أكد أن بلاده بذلت أقصى ما في وسعها للحيلولة دون انسحاب أمريكا من اتفاق إيران، لكن دون فائدة. وشدد جونسون على ضرورة أن تستمر طهران في الالتزام بالوعود التي قطعتها على نفسها وفقا للاتفاق. على الولايات المتحدة ألا تتخذ أي خطوات تعوق باقي الأطراف من استمرار في الاتفاق النووي وحفظ الأمن القومي، وعلى إيران الاستجابة لقرار مجلس الأمن والعمل على مراقبة والالتزام بكل وعودها التي قطعتها على نفسها طبقا للاتفاق النووي. المعسكر الروسي أبدى انزعاجه من قرار ترامب، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن روسيا ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران. الموقف ذاته تبنته الصين، والتي أعربت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك يثير خطر الصراع في الشرق الأوسط. وأكدت بكين أنها ستحمي الاتفاق داعية كل الأطراف المعنية للتحلي بالمسؤولية. أما صاحبة الشأن إيران فقد أشارت إلى أن آلان ترامب سطحي ووصفته بالسخيف، وتزامن ذلك مع تقديم نواب في البرلمان الإيراني مشروع قرار يدعو الحكومة إلى رد مناسب ومتبادل مع القرار الأمريكي. موجة شديدة من الانتقادات تواجه ترامب منذ إعلان الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، قابلها ترحيب عدد من الدول بالقرار، ما يجعل الانقسام قائما ويزيد من ضبابية الموقف.